السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنشرح التصميم بمساعدات التصميم اللي هي عبارة عن C1 والجي، وهنعرف إزاي نتعامل مع التشارت بتاعي والجداول اللي هي موجودة عندي. أهم حاجة لازم أعرفها في التصميم في C1 والجي إن أنا بشتغل مع قطاع، القطاع ده بيور مومنت، يعني معلهوش نورمال فورس. يعني ايه قطاع؟ يعني انا لو انا عندي ده هاخد قطاع من اي كاميرا عندي، ده كده قطاع من الكاميرا بتاعتي عندي، دي عبارة عن التي اس، المسافة دي عبارة عن التي اس، المسافة دي كلها عبارة عن التي. هنا طبعا الكاميرا بتاعتي اكيد بيبقى فيه حديد تسليح موجود هنا. المسافة ما بين البلاطة لحديد التسليح دي عبارة عن الدي، وهنا دي عبارة عن البي، وهنا المسافة دي عبارة عن البي كابيتال. تمام. طبعا انا في القانون بتاعي اهم حاجة عندي في القانون، اهم حاجة او اهم عنصرين عندي في القانون اللي هو الدي والاريا ستيل. طيب الدي ليه؟ الدي والاريا ستيل، لو انا عندي، لو احنا بصينا للمسطره دي، المسطره دي انا القطاع دي هعتبرها قطاع، القطاع بتاعي ليه عرض وليه سمك. طب انا لو انا ميلت الجزء ده كده وضغطت عليه هيحصل لها عمليه انحناء او ديفليكشن. طب انا لو انا ضغطت هنا الستيفنس والصلابه بتاعه الشكل بتاعي بتبقى عاليه جدا، يبقى انا اهم حاجه عندي العمق بتاعي اللي هو الدي كل ما يكبر كل ما الستيفنس بيزيد. العرض ما يفرقش معايا، انا عندي اكيد مش هلاقي كاميرا عرضها اقل من المسطره اللي موجوده عندي، فالعرض ده اللي بيحدده المعماري. احيانا بيبقى مثلا في حدود 12 ل 15 سنتي، وبيبقى لحد 25. احنا هنا في التصميم هنبدا نشتغل عليه على 25 سنتيمتر. تمام. محتاج هنا اعرف القوانين بتاعتي اللي هو دي بتتكون من ايه، والاريا ستيل بتاعتي دي عباره عن الاريا ستيل بتاعتي. طبعا انا لو انا عندي قطاع طبعا الجزء ده لما بيجي عليه مومنت بيديني هنا كومبريشن، وهنا بيحصل عمليه تنشن، فانا الجزء ده محتاج اسلحه باريا ستيل خدناها قبل كده عشان يقاوم معايا الايه؟ التنشن اللي موجود على الجزء بتاع القطاع ده. يبقى انا اهم حاجه عندي الاريا ستيل والديبس بتاعي. طب الدي بتساوي ايه؟ الدي بتساوي السي 1 جذر ام التيميت على اف سي يو في البي. طب الام التيميت هي ايه؟ اقوى عزم ممكن تتحمله الكاميرا او القطاع اللي موجود عندي، يعني اقصى عزم ممكن يتحمله القطاع بعد كده يحصل له عمليه انهيار، يبقى هي دي الام ايه؟ الام التيميت. طب الاف سي يو اللي هي مقاومة الخرسانة للضغط، ودي بتبقى احنا دايما هنستخدمها ب 25. طب البي، احنا قلنا البي اللي هي عرض القطاع بتاعي، واما احيانا بستخدمها البي، بستخدمها البي سمول، واحيانا بستخدمها البي كابيتال على حسب المومنت. لو المومنت بيضغط، المومنت بيضغط تحت يبقى انا هستخدمها البي سمول، لو المومنت بيضغط فوق هستخدمها البي كابيتال، وهنتطرق ليها في الاجزاء اللي بعد كده ان شاء الله في الفيديو ده. طيب هنيجي بعد كده الاريا ستيل اللي هي نسبه الحديد اللي هو موجود عندي في القطاع بتاعي سواء كان تي سيكشن او ار سيكشن. طب الام التيميت احنا قلناها قبل كده، والاف ييلد اجهاد الخضوع للحديد، اللي هو الجهاد الخضوع ده اللي عندها الحديد بيبدا يقاوم بحيث لما اسيبه يرجع لوضعه الايه؟ الاصلي. طب الجي، الجي ده عباره عن فاكتور في السي 1. طب السي 1، السي 1 فاكتور في السي على الدي. طب الدي ده احنا عارفينها اللي هي العمق. طب السي دي اللي هي عباره عن ايه؟ السي دي عباره، لو انا عندي قطاع هنا كده ده النيوترال اكسس، المسافه ما بين القطاع الى النيوترال اكسس اللي هي المسافه الضغط، يبقى المسافه الضغط اللي هي موجوده عندي يبقى دي السي، وبرده هنتطرق ليها في الاجزاء اللي بعد كده.
يبقى احنا عرفنا القانون بتاعنا اللي هو الدي بيتكون من سي 1 جذر ام التيميت على الاف سي يو في البي، والاريا ستيل بتساوي الام التيميت على الاف ييلد في الجي في الدي. بعد كده انا محتاج اعرف ازاي احدد نوع القطاع اللي موجود عندي. يعني ازاي احدد نوع القطاع؟ نوع القطاع ده انا عندي نوعين من القطاع اللي هو الار سيكشن وقصدي التي سيكشن والال سيكشن. هنرسم رسمه كده ونحاول نستبين عليها. وانا عندي ده الكاميرات بتاعتي، هنا دي الأعمدة، هرسم كأني خدت سيكشن كده. هنا المفروض في عندي كاميرا وبعد كده بلاطة وبعدين كده كاميرا وبعد كده ايه بلاطة. لو انا شغال في عندي اول حاجه الكاميرا الوسطيه اللي هي عباره عن التي سيكشن، التي سيكشن دي الكاميرا اللي في منتصف المبنى. يعني ايه في منتصف المبنى؟ يعني على يمينها بلاطه وعلى شمالها بلاطه، اللي هي بالظبط عباره عن الكاميرا دي. لو انا لاحظت الكاميرا اللي في المنتصف دي على يمينها بلاطه وعلى شمالها ايه بلاطه، طبعا الكاميرا دي بتشيل ايه؟ بتشيل نص السلاب دي ونص السلاب دي. فانا هنا لو انا بصيت على الشكل ده كون لي شكل عباره عن تي سيكشن، لذلك احنا سميناها الكاميرا دي بالنسبه لنا ايه؟ تي سيكشن. طيب الكاميرا دي تي سيكشن، لو انا خدت الكاميرا دي وعاوز ارسمها، عاوز ارسم المومنت عليها، ادي الكاميرا دي موجوده عندي ايه؟ واعتبر ان الجزء ده مكمل. هنا طبعا ده شكل المومنت على الكاميرا. هنا ده الزيرو مومنت بتاعي. لو انا عملت سيكشن هنا ولو يكن ده سيكشن واحد واحد وهنا سيكشن اتنين اتنين، طبعا احنا اتفقنا ان الكاميرا اللي في المنتصف دي عبارة عن شكل تي سيكشن، فانا هرسم هنا شكل او نرسمه هنا كده شكل التي سيكشن. لو انا بصيت هنا في سيكشن واحد واحد انا عندي المومنت دي لسه من فوق وبيضغط لتحت، فانا هنا المومنت دي لسه من فوق وبيضغط لتحت، فانا لو هنا ده النيوترال اكسس بتاعي فالسهم بتاعي بيضغط على فين؟ بيضغط على جزء الكاميرا من تحت اللي هو عباره عن البي بتاعت الكاميرا، يبقى هنا بالنسبه لي على شكل ار سيكشن اللي هو شكل مستطيل. يبقى انا هنا المومنت هنا بيضغط تحت بيضغط على البي. طب لما اجي اطبق في القانون اللي هو الدي بتساوي سي 1 جذر ام التيميت على الاف سي يو في البي، يبقى انا هنا البي بالنسبه لي اللي هي البي سمول اللي هي عرض الكاميرا اللي بتبقى 25 سم. طيب هنيجي هنا نرسم لو انا عندي الشكل الوضع الثاني اللي هو عباره عن تي سيكشن برضو بس السيكشن اتنين اتنين اللي هو في نص الكاميرا. فسيكشن اتنين اتنين في نص الكاميرا عندي المومنت دي للسهم لتحت وبيضغط لفوق، يبقى انا لو رسمت كده المومنت هنا كده دي للسهم لتحت وبيضغط لفوق، يعني معنى كده ان السهم بيضغط على الفلانشة وبيضغط على جزء من الويف. لو انا بصيت للشكل اللي هو موجود عندي مديني شكل عامل زي تي سيكشن، يبقى ده شكل تي سيكشن. تمام كده؟ بالنسبة لي البي بتاعتي هتبقى لين؟ البي الكبيرة. يبقى أنا هنا لما أجي أطبق في القانون هيبقى في الوضع التاني لما تكون في منتصف الكاميرا، يبقى هتبقى البي بتاعتي اللي هي البي كابيتال. طيب هنيجي تاني ناخد أو نعرف الجزء التاني ده. إحنا قلنا لو أنا عندي تي سيكشن وعرفنا التي سيكشن بتبقى
عبارة عن كاميرا وسطية اللي هي بتبقى في نص المبنى، وقلنا الشكل بتاعها بيبقى عامل ازاي، وخدنا رسمنا المومنت لو انا عندي المومنت عند السبورت، او خدنا المومنت في منتصف الكاميرا، وقلنا الحالتين بتوعي امتى لما يكون المومنت بيضغط على السبورت او على الكاميرا نفسها يبقى بستخدم البي، ولما يكون بيضغط فوق على الكاميرا بيبقى عندي تي سيكشن. هنيجي ناخد الجزء الثاني اللي هي الكاميرا اللي على طرف المبنى. يعني لو عندي دي الكاميرا دي على طرف المبنى، فانا هشتغل على الكاميرا دي. لو انا بصيت للكاميرا دي، الكاميرا دي موجودة عندي، اسم الجزء ده للجزء ده، في هنا عندي حاجة طبعا مفيش عندي هنا اي بلاطات ولا اي جزء تاني جنب الايه الكاميرا اللي هي موجودة عندي. لو انا بصيت هيديني شكل الايه، شكل ال L section. يبقى انا عندي تاني حالة اللي هي الكاميرا الخارجية اللي هي تبقى سميها L section، تمام كده. طبعا هرسم لها نفس النظام، هرسم لها شكل المونت بتاعي، وهي هاخد سيكشن عند السبورت هنا كده مثلا، وهاخد سيكشن في نص الكاميرا. سيكشن عند السبورت اللي هو سيكشن 1-1، وهنا في نص الكاميرا سيكشن 2-2. سيكشن 1-1 طبعا احنا اتفقنا ان هي عبارة عن تي سيكشن، فانا هرسم شكل قصدي ال سيكشن، هرسم شكل ال سيكشن، وهنا هرسم برضو شكل ال سيكشن. هلاحظ هنا في سيكشن 1-1 لو انا بصيت دي للسهم لتحت، يبقى انا هرسم دي للسهم لتحت. يبقى دي للسهم بيضغط فين؟ بيضغط على الجزء اللي تحت اللي هي دي مفروض البي بتاعتي، تمام كده. يبقى انا هو بيضغط على شكل مستطيل، يبقى هنا ايه السيكشن ده بتاعي عبارة عن R سيكشن. طب لو انا عكست الجزء بتاعي ده، ان انا دي هاخد سيكشن 2-2، سيكشن 2-2 يبقى دي للسهم اللي تحت وبيضغط عندي لفوق، يبقى انا بضغط على الجزء ده، يبقى الشكل الضغط بتاعي عندي عبارة عن شكل ايه ال سيكشن. يبقى انا كده عرفت ازاي اميز ما بين تي سيكشن والار سيكشن والال سيكشن والار سيكشن، ده في حالة الكاميرا الوسطية، وهنا في حالة الكاميرا اللي هي على الطرف. هنيجي بعد كده هنا بقى عن ازاي نعرف نجيب، نتعلم ازاي نجيب البي كابيتال بالنسبة للقانون بتاعنا. احنا قلنا لو انا شغال من قانون، نراجع القانون اللي هو بيساوي الدي بتساوي سي 1 جذر ام التيميت على اف سي يو في البي. قلنا البي دي لو هي سمول بتبقى في حالة ان المومنت بيضغط على الجزء اللي تحت، او هنا برضو بيضغط على الجزء اللي تحت. فلو انا عندي الجزء الفعال الافكتيف ويد اللي هي عندي اللي هو الجزء الفعال او البي اللي فعاله، لو المومنت العكس بيضغط على البي اللي فوق، وهنا نفس النظام المومنت بيضغط على البي اللي فوق. طيب البي اللي فوق دي اجيبها ازاي؟ عندنا ثلاث قوانين للبي بجيبهم منهم. اول قانون من السنتر لاين سلاب الى السنتر لاين سلاب، يعني الكاميرا اللي هي عندي دي في المنتصف، لو هي تي سيكشن هتبقى في المنتصف، فاكيد اللي هي باخد من نص السنتر لاين سلاب نص البلاطه يمين ونص البلاطه ايه شمال، تمام كده. او 16 تي اس زائد الايه البي، تمام، او كي في ال على 5 زائد البي. طب الكي دي عباره عن ايه؟ طبعا هنا انا باخد الاقل فيهم. ليه الاقل؟ لان انا بفرض ان القطاع بتاعي ده ضعيف جدا، ففي حاله لما انا افرض القطاع ضعيف فانا ببدا بيبقى مور سيف ان انا بزود في الحديد التسليح بتاعي بشويه. طب الكي، الكي ده احسبها ازاي؟ قال لك لو انا عندي الكاميرا بتاعتي سيمبل، الكي هنا هتساوي 1. طيب لو انا عندي الكاميرا مستمره، احنا بصينا كده،
لو لاحظنا القمر في حاله القمر المستمره من اتجاه واحد ان ده بيبقى شكل المومنت بتاعي. فالطول الفعال ده طبعا ال L، ده الطول الفعالي اللي شغال معايا اللي هو بيبقى منين؟ من عند الزيرو مومنت لحد السبورت، يبقى ده الطول الفعال. ده بيبقى 0.8 ال L. يبقى عندي ال K هنا في حاله لما يكون مستمر من ناحيه من ناحيتين اللي هو 0.8 ال L. طب لو انا عندي الطول بتاعي مستمر من ناحيتين مش من ناحيه واحده، هنرسم شكل المومنت بتاعنا، فده بالتالي هيبقى شكل المومنت. لو احنا بصينا دي ال L بتاعتي اللي انا شغال عليها، وهنا دي ال L الفعاله، صح كده؟ دي بتساوي ايه؟ بتساوي 0.7 ال L. يبقى هنا ال K في ثالث حاله هتبقى ال K بتساوي 0.7 ال L. يعني هضربها الكي في 0.7، تمام كده؟ يبقى احنا عرفنا الكي دي ان انا فاكتور بجيب منه الطول الفعال. طب الطول الفعال هنا لو انا شغال في حاله السمبل بيبقى الكي بواحد، لو انا شغال مستمر من اتجاه واحد ب 0.8 الطول الفعال، لو انا شغال الكاميرا مستمره من اتجاهين يبقى الطول الفعال هيبقى هضربه فيه في 0.7 وباخد الاقل من فيهم. طيب هنيجي هنا لو في حالة البي، في حالة ال L سيكشن، ال L سيكشن هيبقى دي البي اللي موجودة عندي. عندي ثلاث قوانين ليها، من سنتر لاين سلاب إلى سنتر لاين بتاع البي، وأحيانا في ناس بتاخدها لحد آخر البي ما بتفرقش كتير، بس لما أنا باخدها من سنتر لاين سلاب أنا بزود نسبة حديد التسليح شوية فبيبقى مور سيف زيادة، تمام؟ أو نفس القانون التاني، مش نفس القانون التاني، هيبقى القانون التاني بتاعها 6 تي اس زائد البي، أو الكي في ال على 10 زائد البي. طب الكي هنا هتبقى إيه؟ نفس الكلام، لو أنا عندي كاميرا سيمبل الكي هتساوي 1، لو هي مستمرة اتجاه 1 الكي بتساوي 0.8، لو مستمرة من الاتجاهين الكي هتساوي 0.7. يبقى احنا كده عرفنا ازاي القوانين دي هنحفظها عشان لما يجيني في حاله التي سيكشن يبقى انا هقدر اعوض في الثلاث قوانين دي واخد الاقل منهم، او لو انا مديني في الار سيكشن اقدر اعوض في الثلاث قوانين دول واخد اللي اخد الاقل فيهم. يعني انا هنا برضو باخد الاقل، الجزئيه دي هاخد الاقل. ده التشارت بتاع اللي انا بقدر اخش بقيمه السي واقدر اجيب منه الجي. طبعا احنا لما كنا اتكلمنا ان الدي بتساوي سي 1 جذر ام التميت على الاف سي يو في البي، طبعا انا بعوض في القانون ده بجيب السي اللي هي السي 1. بخش على التشارت، لو احنا بصينا هنا على التشارت بتاعي ده الخط الرأسي ده خط السي 1، بيبدأ عندك تبدأ ترقيم السي 1 تقريبا من 2 لحد 6، دي تقريبا السي 1، وهنا بتبدأ الجي اللي هو بيبدأ من فوق لحد ما ينزل أعلى قيمة. يبقى احنا هنا الاثنين عكس بعض، أعلى قيمة للسي 1 هتبقى هنا فوق وأقل قيمة تحت، هنا أعلى قيمة للجي هتبقى فوق وأقل قيمة أقل قيمة للجي هتبقى فوق وأعلى قيمة هتبقى إيه؟ تحت. طيب الكيرف ده، الكيرف اللي هو بالازرق ده، ده كيرف السي 1، والخط المستقيم الاحمر ده ده كيرف الجي، تمام؟ طيب ايه هو الخط ده وايه الخط ده؟ الخط ده اللي هو السي على الدي، السي على الدي دي اسمها السي على الدي مينيموم، ما ينفعش ان انا اقل عنها، يعني السي على الدي ما ينفعش تقل عن 0.0125، ودي لازم نكون ايه حافظينها، لان السي على الدي بيديني الاريا ستيل مينيموم، يعني السي على الدي مينيموم بتديني اريا ستيل مينيموم، وانا بالنسبه في تصميم القطاع ما ينفعش اقل عن الاريا ستيل مينيموم. طيب السي على الدي ماكس، السي على الدي ماكس بيديني اريا ستيل ماكس، ودي طبعا بحددها على حسب الكود على حسب رده الحديد. طب المسافه ما بين اللي اكبر من
السي المينيموم واقل من الماكس ده عباره عن السي على الدي اللي هي مسموح بيها بتديني على طول الاريا ستيل بتاعتي. طيب تمام كويس خالص. لو احنا لاحظنا ان السي على الدي مينيموم دي اقل سي على الدي انا بخش عليها، لو احنا طلعنا كده مع الشكل اللي هو موجود عندي ده هقطع بطلع راسي هقطع ايه؟ هقطع خط الكيرف بتاع السي 1 بيديني ايه؟ بيديني السي 1 ماكس اللي هي 4.854 دي السي اكبر قيمه للسي. طب هنزل راسي واقطع الكيرف اللي هو بتاع الجي وامشي افقي لحد ما اجيب قيمه الجي هيديني الجي ماكس اللي هي 0.824. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان السي على الدي مينيموم بتديني السي 1 ماكس على قيمه بقدر اجيب منها الجي ماكس بقدر اجيب منها ايه؟ الاريا ستيل مينيموم. حلو كده؟ طيب انا جبت السي 1 والسي 1 ما بين المينيمم وبين الماكسيمم هبدا اعمل ايه؟ اول حاجه ببدا اعملها ببدا اشوف التركيب بتاعي اللي هو بتاع السي 1 وليكن مثلا السي 1 ب 3.5 ببدا اطلع على الكيرف او الخط بتاع السي 1 واقف هنا وامشي افقي بمشي افقي لحد ما اتقاطع مع الكيرف بتاع السي 1. طبعا لما اتقاطع مع السي 1 بتاكد ان انا ما بين المسافه ما بين الماكسيمم والمينيمم ده هنا لحد هنا كده تمام. لما امشي افقي واقطع السي 1 لازم اتاكد ان انا واقف ما بين المينيمم وما بين الماكسيمم. اتاكدت ان انا واقف ما بين المينيمم وما بين الماكسيمم هبدا انزل راسي لحد مقطع اللي هو الكيرف بتاع الجي ابدا تاني امشي افقي لحد ما اوصل للرقم بتاع الجي وابدا اطلع قيمه الجي اللي عندي. نقول تاني لو انا عندي جبت السي 1 باي قيمه فرضتها 3.5 يبقى انا بطلع على الخط بتاع الراس بتاعي السي 1 وصلت عند 3.5 ببدا امشي افقي لحد ما اقطع الخط بتاع الكيرف بتاع السي 1 اتاكد ان هي ما بين المينيموم وما بين الماكسيموم يبقى انا كده في السليم. ابدا اعمل ايه؟ انزل راسي لحد ما اقطع خط الجي قطعت خط الجي همشي افقي لحد ما اجيب قيمه الجي ماكس. طب انا هما عشان نسهل على نفسنا للشرط ده عملوا جدول، الجدول ده فيه السي 1 والسي على الدي والجي. طبعا انت لما بتجيب السي 1 تبدا تخص تدخل على التشارت بتلاقي عندك قيمه للسي 1 وقيمه للايه؟ للجي وبتتاكد ان السي على الدي تكون ما تكونش اقل من المينيموم وما تكونش اعلى من السي على الدي ماكسيمم اللي هي الرتبه بتاعتي الحديد. ده الكلام بتاعنا بالنسبه للجدول اللي هو موجود عندنا. دلوقتي هنتكلم ازاي انا بحل المسائل بتاعتي اللي هي هتيجي تكون موجوده عندي والانواع وطرق الحل. عندنا لما يكون عندي المثال بتاعي او الجزئيه بتاعتي بيتكلم عن الار سيكشن عندي طريقتين. كيس 1 لما يكون مديني التي ومديني الاريا ستيل، يعني هو مديني التي بتاعتي ومديني الايه؟ الاريا ستيل. يبقى انا في الحاله دي بفرض ايه؟ بفرض السي 1. هفرض السي 1 لو انا شغال ار سيكشن بفرض السي 1 ما بين الثلاثه الى الاربعه، ولو انا شغال تي سيكشن بفرضها ما بين الاربعه الى الخمسه بحيث ان يبقى السي على الدي ما بين المينيموم وما بين الماكسيموم. حلو كده؟ تمام. طب الدي بتساوي ايه؟ مش الدي دي اللي هي بتساوي تي ناقص 5 سنتيمتر. انا هنا لما هفرض هنا السي بتاعتي هفرضها مثلا لو انا هنا عندي الفرض بتاعي احنا قلنا هنفرض السي 1 في الار سيكشن من 3 الى 4 يبقى انا هفرضها وليكن 3.5 وهنا من 4 ل 5 في التي سيكشن هفرضها 4.5.
طبعا انا فرضت السي هبدا اعوض الاف سي يو في البي في الاف التيميت في اقدر من هنا اجيب الدي بتاعتي. طيب انا جبت الايه؟ جبت الدي بتاعتي عشان اقدر اجيب البي، جبت الدي. طبعا الدي بتاعتي انا محتاج اقربها، فرضا مثلا لو طلعت الدي بتاعتي ب 520، فانا طبعا انا ببدا اقربها الى اقرب 50 كام؟ 50 ملي متر، يبقى هقول ان هي 550 ملي متر. طب انا هنا الدي بتاعتي لما انا كنت فاض السي وليكن لو كنت فاضها مثلا ب 3.5 ادتني الدي بتساوي 520، تمام كده؟ طيب لما انا قربت الدي خليتها 550، فانا محتاج اجيب السي 1 سي 1 اكشوال اللي هي الفعاله او اللي انا هشتغل بيها، يبقى هبدا اعوض بال 550 في الدي وابدا عندي كل حاجه موجوده عندي ابدا اجيب سي 1 بتاعتي، السي 1 بتاعتي. طبعا لما اجيبها كده كده انا فارض ما بين الاربعه والخمسه هلاقي ان السي على الدي تبقى موجوده عندي ما بين المينيموم وما بين الماكسيمم، ابدا اجيب بعد كده الجي بتاعتي وابدا اعوض في القانون اللي هو الاريا ستيل بتساوي الام التيميت على الاف ييل في الجي في اللي الدي، تمام كده؟ دي اول جزئيه. يبقى اول جزئيه لو انا مديني التي وقصدي محتاج مني التي ومحتاج مني الاريا ستيل، قلنا هنفرض السي، هفرض السي لو انا شغال في الار سيكشن هفرضها ما بين الثلاثه والاربعه، ولو انا شغال في التي سيكشن هفرضها ما بين الاربعه الى الخمسه، وليكن هفرضها بثلاثه ونص وهنا اربعه ونص، في ناس ممكن تفرضها ثلاثه وثلاثه، ثلاثه واثنين، ايا كان الرقم اللي انا هفرضه، هكتب القانون. بعد كده لما افرض السي عندي الام التيميت عندي الاف سي يو عندي البي، هقدر من هنا اجيب الدي، الدي اللي هي بتساوي تي ناقص 5. طبعا انا جبت الدي بتاعتي طلعت مثلا وليكن رقم 550، ببدا اقربه لاقرب 50 وابدا اعوض اجيب السي 1 اكشوال. طبعا هنا لما انا اجيب دي 550 يبقى التي هتساوي ايه؟ التي هتساوي 550 زائد 50 هتساوي ايه؟ 600 ملي متر. طبعا بعد ما اجيب السي اكشوال بتاعتي هبدا اجيب الجي، بعد كده اعوض اجيب الايه؟ التسليح بتاعي. دي اول جزئيه. طب تاني جزئيه في الار سيكشن اللي هي كيس 2، لو انا مديني هو التي، يعني هو مديني التي، ففي الحاله دي انا مش محتاج افرض السي ايه؟ السي 1. هبدا اعوض في القانون بتاعي اللي التي يبقى الدي بتساوي ايه؟ الدي بتساوي التي ناقص 5 او 50 مللي، 5 سم او 50 مللي، هعوض عن الدي هبدا اجيب السي 1. جبت السي 1 لازم اشيك ان السي 1 لما اجيبها قبل ما اجيب الجي لازم اشيك ان السي على الدي ما بين المينيمم والماكسيمم. هيبقى عندي ثلاث حالات، عندي ثلاث حالات للسي على الدي. اول حاله لو السي على الدي اقل من 0.125 لان دي المينيمم. لو تفتكروا واحنا لما عملنا التشارت قلنا المينيمم بتاعتي اللي هي 0.125، فعندي لو هي طلعت السي على الدي اقل من 0.125 هفرضها، يبقى انا هاخدها كام؟ هاخدها بتساوي 0.125. في الحاله دي هيديني السي ماكس. لو قلنا السي 1 ماكس، مش احنا قلنا لما السي على الدي بتبقى مينيموم بيديني السي 1، السي 1 ماكس، وهتديني الجي ماكس، وهتديني الاريا ستيل مينيموم، وابدا اعوض واجيب الاريا ستيل. طب فرضا لو هي طلعت ان السي على الدي اكبر من او تساوي السي مينيمم واقل من او تساوي السي ماكس، يبقى انا هعوض على طول في الاريا ستيل وابدا اشتغل عادي مفيش مشكله. طب فرضا لو انا السي على الدي طلعت اكبر من السي ماكس على الدي، في الحاله دي بيبقى عندي القطاع بتاعي دبل سيكشن. يعني ايه دبل سيكشن؟ يعني انا القطاع بتاعي بقى دبل، فانا محتاج ارجع ليه القوانين البدائية اللي احنا كنا بنشتغل بيها اللي هي قوانين الفيرست برينسيبل، ودي بالنسبة لطلبة عمارة مش عليكم انتوا قوانين الفيرست برينسيبل، وان شاء الله هنحاول نشرحها تاني
يعني نوضحها للناس بحيث ان هي تفهم هي بتشتغل ازاي. شرحنا احنا الطريقتين اللي هما بالنسبة للار سيكشن، دلوقتي هنشرح طريقتين التي سيكشن. اول كيس عندي لو انا مجهول عندي الاريا ستيل والدي، نفس الطريقة الاولانية هبدأ افرض السي، بس انا كنت هناك في الار سيكشن بفرضها من 3 لـ 4، هنا هفرضها من 4 لـ 5، هتبقى 4.5. فرضت السي، هبدأ بعد كده اجيب الدي. لما جبت الدي هبدأ اقربها لأقرب 50 مليمتر. بعد ما اقربها محتاج اجيب السي 1 اكشوال اللي هي الفعالة اللي بتبدأ تشتغل. بعد ما اجيب السي 1 اكشوال هبدأ اخش اجيب الجي وابدأ اجيب الاريا ستيل بتاعتي عادي، وان شاء الله هنحل عليها مسائل ايه دلوقتي. كيس 2 اللي هي في حالة التي سيكشن، لو هو مديني التي بتاعتي هبدأ اشتغل عادي، ان التي الدي اللي عندي بتساوي ايه؟ بتساوي تي ناقص 5 سنتيمتر او 50 مليمتر. هبدأ اجيب السي 1، ولما ابدا اجيب السي 1 هشيك على السي على الدي. السي على الدي عندي 3 حالات نفس النظام، لو السي على الدي اقل من 0.125 هفرضها او هاخدها ب 0.125، وبعد كده هجيب، يبقى بالنسبه لي ان السي 1 هتبقى ماكس والجي هتبقى ايه؟ الجي ماكس. في الحاله دي هتديني الاريا ستيل مينيمم وابدا اشتغل عادي. طب هنا لو طلعت ما بين الاثنين هبدا اجيب الاريا ستيل من القانون اللي هو بيساوي الام التيميت على الاف ييلد في الجي في الدي. طيب فرضا لو هي طلعت اكبر من الماكس، يبقى انا عندي هنا القطاع بتاعي انسيف ديبس، هبدا اغير في الديبس بتاعي وابدا اشتغل بطريقه اللي فيرست برنسبل. طبعا الجزئيه دي هي مش علينا بالنسبه ل طلبة عمارة، هنشرحها بعد كده لو الناس حبت تعرف عنها أي فكرة. نبدأ ناخد المسائل بتاعتنا. ناخد أول إكزامبل عندنا اللي هو رقم 1، مي مديني الـ FCU بتساوي 25 نيوتن على المليمتر مربع، ومديني الـ FYield 360 نيوتن على المليمتر مربع، ومديني الـ B اللي هو عرض الكاميرا بتاعتي اللي هو بتساوي 25 مليمتر، وبيقول لي ان هي ار سيكشن، تمام كده. ومديني الكاميرا بتاعتي ومديني ايه الاحمال اللي هي موجوده عليها، ان الجي بيساوي 30 كيلو نيوتن على المتر، والبي بيساوي 15 كيلو نيوتن على المتر، وطالب مني ايه؟ بيقول لي احسب لي التي واحسب لي الاريا ستي. طيب هو مديني هنا كده الاحمال، مديني الاحمال الوركنج، انا محتاج اجيب الدبليو اس الترا. الدبليو اس التيميت بتساوي 1.4 في الديد لود زائد 1.6 في اللايف لود، تمام كده؟ بتساوي 1.6 في اللايف لود اللي هي بتساوي 1.4 و4. القيمة بتاعتي الديد لود اللي هي 30 في 30 زائد 1.6 في اللايف لود اللي هي بكام؟ ب 15، هيطلع عندي القيمة بتاعتي ب 66 كيلو نيوتن على المتر، تمام كده؟ بعد كده محتاج أجيب الـ M ultimate اللي هو المومنت. مش إحنا قلنا إن أنا لو أنا رسمت المومنت بتاع الكاميرا دي، دي كده أنا جبت الـ WS اللي هي على الكاميرا، أنا كده جبت الـ WS ultimate اللي هي على الكاميرا. طيب الكاميرا اللي هي موجودة عندي دي، مش احنا قلنا ان ده المومنت بتاعي؟ عندي هنا ده هنا سيكشن، لو سيكشن في نص الكاميرا، وهنا السيكشن اللي هو موجود عندي هنا، فانا محتاج اجيب اللي ايه المومنت اللي هو موجود عندي هنا اللي هو الام التيميت بتاعتي اللي انا هعوضها في القانون. لو احنا نفتكر ان قانون الدي بيساوي سي 1 جذر ام التيميت على الاف سي يو في البي، هنيجي هنا نقول ان ام التيميت بيساوي ايه؟ انا الحمل هنا بيساوي ايه؟ لو انا الحمل ده انا وزعته، انا عاوز اجيب الرياكشن اللي هو موجود عندي هنا، الام التيميت بيساوي ايه؟ ال دبليو في ال سكوير على 8.
طب ال W دي اللي هو الحمل اللي هو مديهولي اللي هو بيساوي كام؟ اللي انا لسه جايبه 66 في ال L بتاعت اللي هو السبان بتاع الكاميرا اللي هي 5 سكوير على 8، هيطلع عندي القيمة بتاعتي ب 206.25 كيلو نيوتن على المتر. تمام كده؟ يبقى انا جبت ال M ultimate، محتاج اجيب ال D. الدي قانون الدي بيساوي ايه؟ الدي بيساوي سي 1 جذر ام التيميت على الاف سي يو في البي. تمام كده؟ طيب احنا هنا لما احنا قلنا بيدينا في اول كيس قلنا ان هو لو مديني التي ويديني الاريا ستيل هنا التي اللي هي بتساوي الدي دي، الدي دي مش بتساوي التي ناقص 5 سنتي او 50 ملم. طيب انا هنا قلنا هنفرض ال هنقول اسيوم ال سي 1، سي 1 احنا قلنا كنا بنفرضها من كام؟ من 3 ل 4. هنا في المساله دي هقول اذا ان السي 1 هفرضها بتساوي 3 و2، انا هنا فرضتها بتساوي 3 و2، وعوض في القانون اللي هو الدي هتساوي 3 و2 جذر ام التيميت اللي هي بتساوي 200 وستة وانت 25 في 10 و6 عشان احول كل نيوتن على المتر لنيوتن على المليمتر على 25 في 250 دي اللي هي البي، لان هو قال لي ان هي عبارة عن قطاع ار سيكشن. هطلع هنا ان الدي بتساوي كام؟ الدي هتساوي 580 ملي متر. طبعا هنا انا بقربها لكام؟ بقربها لأقرب 50، يعني هنا هقول إن دي إن الدي هتساوي 600 ملي متر. طبعًا أنا الدي بتساوي 600 ملي متر، هزود عليها 50 أجيب التي، يبقى التي عندي بتساوي إيه؟ بتساوي 600 زائد 50 تساوي 650 ملي متر. طيب أنا هنا لما قلنا جبنا الدي، طب أنا الدي كانت طلع عندي ب 580 في حالة لما السي 1 كانت ب 3 و 2، طب أنا هنا لما خليتها بتساوي 600 يبقى أكيد السي 1 هتتغير، هبدأ أرجع تاني أعوض بقيمة السي 1 بقيمة الدي عشان أجيب السي 1، أقول إذا 600 بتساوي السي 1 جذر الجزء اللي هو موجود عندي التاني ده 206.25 في 10 أس 6 على 25 في 250، هلاقي عندي ان السي 1 هتساوي 3 و3. اقدر من هنا اخش على الجدول اجيب الجي هتساوي 0.767. هنبدا نمسح الجزء اللي فوق ده عشان نكمل المثال بتاعنا. بعد ما انا جبت الجي بتاعتي هبدا اعوض الاريا ستيل تساوي الام التيميت على الاف ييلد في الجي في الدي. عندي الام التيميت اللي انا لسه جايبها اللي هي 206.25 في 10 أس 6 على الاف ييلد اللي هو مديها لي 360 في الجي اللي انا لسه جايبها تساوي 7.67 في الدي اللي هي 250. هلاقي ان الاريا ستيل بتاعتي بتساوي كام؟ يطلع معايا الاريا ستيل بتساوي 1244.9 ملي متر مربع. طب انا عاوز اعرف ان الاريا ستيل دي اللي انا جبتها دي عبارة عن كام سيخ؟ عاوز احولها، يعني عاوز اعرف هي موجودة عندي كام سيخ. لو احنا نفتكر انا عاوز اجيب مساحة السيخ بتاعي، طبعا لو احنا بصينا للجزء ده عندي القلم بتاعي، فده هعتبره اللي هو مساحة السيخ. طب مساحة السيخ دي بتساوي ايه؟ عشان انا ممكن اجيب المساحة بتاعت السيخ الواحد وابدأ اقسم الرقم ده مساحة الاريا ستيل الكلية على مساحة السيخ الواحد تديني عدد الاسياخ. طيب هنا مساحة السيخ بتساوي ايه؟ مساحة السيخ بتساوي باي دي سكوير على 4. طب انا فرضا ممكن واحد يشتغل بحديد 16، ممكن واحد يشتغل بحديد 12، ممكن واحد يشتغل بحديد 18،
كل واحد يشتغل بأي قطر حديد أنت محتاجه أو متوفر عندك في السوق عاوز تشتغل عليه. طيب أنا هنا في المثال ده أنا اشتغل بحديد 16، طب لو واحد اشتغل ب 18 مفيش مشكلة، لو واحد اشتغل بحديد تاني مفيش مشكلة، بس أهم حاجة عدد السيخ ما يكونش كبير قوي وعشان وأنت في التنفيذ ما يبقاش صعب. طبعا هنعوض بالقانون ده اللي هو بيساوي اللي هو باي في 16 سكوير على 4، هيطلع عندك قيمة الاريا ستيل من الاريا ستيل للقطاع الواحد ب 201.6. ده بالنسبة للايه؟ للسيخ الواحد. السيخ الواحد هبدأ اقسم الاريا ستيل، اول عدد الاسياخ هيساوي الاريا ستيل على مساحة السيخ الواحد. الاريا ستيل هنا بتساوي كام؟ 1244.9 على مساحة السيخ الواحد اللي هي 201.06. هلاقي ان عدد الاسياخ 6.19. طب 6 دي انا دي الاريا اللي انا محتاجها، هنحتاج 6 سياخ في الكاميرا. انا هبدأ اقربها للاكبر هتبقى 7 اسياخ فاي 16. يبقى انا كده عرفت ان انا عدد الاسياخ اللي انا محتاجها 7 فاي 16. طيب انا في عندي قانون اللي هو الاريا ستيل مينيموم، بقى شايك على نفسي ده طبعا الدكتورة بتدي عليه درجات برضو، بس انت ايه بتشايك على نفسك بيه. الاريا ستيل مينيموم بتساوي 1.1 في البي في الدي على الاف هيل، 1.1 في البي اللي هي بتساوي 25 في الدي اللي هي 600 على الاف يلد اللي هي 360، هيطلع معاك بيساوي 458.3 مليمتر. ده طبعا اقل من الاريا ستيل اللي انا جايبها، يبقى انا كده ايه في المظبوط. هيجي بعد كده اهم حاجة احنا محتاجين نستخدمها اللي هو ازاي ارسم القطاع بتاعي. ازاي ارسم؟ لازم الرسم ده عليه درجات ومهم جدا في مسألة الديزاين، بيبقى عليه درجات كبيرة جدا. يعني ده طبعا القطاع بتاعي R section، المسافة دي الدي بتاعها اللي هي التي. طيب المسافة من حديد التسليح لحد هنا اسمها الدي، هنا المسافة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البي. طبعا هنا ده انا رسمت الجزء الخارجي، طبعا انا عندي هنا التي بتساوي 650 وهنا الدي بتساوي 600 اللي انا جبتها، وهنا دي بتساوي 250. طبعا الشكل ده حديد التسليح اللي هو بتاع الكانة، حديد تسليح الكانة، وهنا ده شكل القفل بتاع الكانة. هبدأ أرص حديد التسليح، أنا عندي الحديد بتاعي طلع 7 فاي 16، محتاج أرص حديد التسليح عندي هنا. هبدأ أرص 4 لأنه ما ينفعش أزود عن 4 لأن الدنيا هتقفل عندي بالنسبة عشان أقدر ينزل اللي هي إيه الخرسانة بتاعتي. وببدأ أحط سيخ فاصل زي التخانة أو التخانة، فاصل ما بين الحديد اللي تحت واللي فوق اللي هي التخانة، وأبدأ أرص التلاتة اللي فوق، يبقى ده بالنسبة لي 7 فاي 16 مم. تمام كده. وطبعا أنا بالنسبة لي اللي هو الجزء ده اللي هو المسافة ما بين حديد التسليح لأسفل الكاميرا دي عبارة عن الكفر بتاعي اللي هي بتساوي 50 ملي متر، وهنا برضو نفس النظام المسافة دي بتساوي 50 ملي متر. لحد هنا يعتبر احنا خلصنا
السكشن بتاع المحاضرة دي. وطبعا مش محتاجين نقول ترند نعيد تاني رجع الفيديو.